رابة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله العيادة المسموعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومسا عليكم بالخير مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. معنا سحر عبد الله، راح يتجدد لقائي فيكم من خلال برنامج طبابة ألف اللي عودناكم يطلع عليكم يوميا من الأحد إلى الخميس في خلال هذه الساعة، من الساعة الواحدة للساعة الثانية ظهرا. طبعاً هذا حتكون حلقة نهاية الأسبوع، عشان كذا لازم أذكركم قبل لا نبدأ حلقتنا وموضوعنا لليوم، أذكر حبايبنا اللي جاسين يسمعونا من كل مكان عبر أثير ألف ألف أف أم الموجة السعودية بالجائزة الرهيبة اللي مقدمها المركز السعودي الصيني لكل اللي حاب يقلع عن التدخين. دائماً نقول لكم صحتكم اتهمنا، التدخين والغذاء هو أساس صحتك، فاللي حاب يقلع عن التدخين وحاب كمان ينزل وزنه فرصة ولا أحلى منها أنه يجرب جلسة التخسيس بالإبر الصينية أو جلسة الإقلاع عن التدخين بالإبر الصينية. لا تنسون جلسة واحدة، يعني ما حتخليك تقلع عن التدخين أو تنزل وزنك، لكن فرصة أنك تجربها وإن شاء الله أنها راح تفيدك. طبعا بس أذكركم الطريقة بسيطة وسهلة، اللي حاب يربح معانا هذه الجوائز بيرسل كلمة السعودي الصيني أو المركز السعودي الصيني واسمه ومنطقته، رجاء لا ينسى اسمه ومنطقته، على STC 84770. بالنسبة للمشتركي موبايلي 640-660، وأخيرا مشتركي زين 746262. موضوعنا اليوم راح يكون شوية غريب، لكن إن شاء الله أنكم تنبسطون معانا فيه. اليوم راح نتكلم عن الفراسة ولغة الجسد وعلاقتها بعلم النفس مع ضيفة المميزة الرائعة الدكتورة نادية شكري. معانا من جديد، هلا وسهلا فيك دكتورة نادية. أهلين حبيبتي، شكرا على المقدمة الحلوة الرائعة هذه. تسلمي دكتورة نادية، غبت علينا الأسبوع اللي فات، سامحوني. السلام عليك. الله يسلمك إن شاء الله. طبعا بس خليني أذكر طبعا كل اللي جالسين يتواصلون معانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه أكيد يقدرون يسألوننا أي سؤال ويتواصلوا معانا عن طريق تويتر أو فيسبوك على حسابنا ALIF ALIFFM. دكتورة نادية، إيش الفرق بينهم؟ يعني هم أكيد حاجتين، لكن لغة الجسد اللي خلينا نعرف إيش لغة الجسد، الفراسة، ففي فرق بين الكلمتين ولا هي كلمة واحدة ولا إيش بالضبط؟ في فرق بين الكلمتين. حابة نبدأ كده ولا أني أول شيء أقول إيش هي الفراسة؟ نبدأ إيش هي الفراسة. طيب، خلينا نقول إيش هي الفراسة. أول حاجة الفراسة مهارة اشتهر بها العرب قديما قبل الإسلام حتى. طيب، هي ما هي علم غيب أبدا، الفراسة ما هي علم غيب. حلو. طيب، الفراسة هي إيش؟ هي نور من أنوار الله يقذفها الله في قلب عبده كي يرى بها الحق. حلو. طيب، أيوه. الكلمة هذه في آية في القرآن تقول إنه الله يقذف في قلب المؤمن النور وهو يعني فراسة، وفي أحاديث تقول كده. بس بعد هذه الكلمة لما أنا أقول لك هي، هل تقدري تقولي لي أنا أعتمد عليها 100%؟ لا، أكيد طبعا 100%. أيوه. هذا أيوه. يصير علم غيب أكيد. أيوه. ويعني ما حأقدر أحكم 100%. بس يجيني شعور بكده أو يخليني شيء أعرف كده. خليني أعرفها أكثر أو أقول لك الآية القرآنية اللي تقول إنه في علم فراسة. بسم الله الرحمن الرحيم، فاجتبيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذه في سورة الأنعام. طيب، نورا، هذا النور اللي ربنا يقذفه في قلب العبد عشان إيش؟ يمشي به في الناس. أمشي به في الناس يعني أعرف أتعامل معاهم. طيب، أيوه. هذا النوع من المهارة لا يكتسب بالتعليم، هذا يبغى له الشروط الثانية حنقولها بعدين. لكن لا يكتسب بالتعليم، بينما لغة الجسد تكتسب بالتعليم. حلو. وبالتدريب. أيوه. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا حديث صحيح. طيب، يعني إيش نور الله؟ فهمه للناس، هذا هنا كله مقصود فيه التعامل مع الناس.
العرب اشتهروا في التعامل مع الناس، كانوا يعرفوا من فين تيجيهم الموية، كانوا في شبه الجزيرة العربية أغلبهم رحل، صحيح، فيعرفوا من فين تيجيهم الموية، يعرفوا الجو كيف حيكون، هذا كله كان عن فراسة، يعرفوا الحيوانات الضائعة، الدواب الضائعة في الصحراء يعرفوا طلعوها، إذا جاهم قوم غريب ولا لا جاء على قبيلتهم، هذا كله كان يقدروا يعرفوا العرب بدون تعليم، هذا قبل الدين الإسلامي كانوا مشتهرين بدا العلم. طيب لو أبغى أعرف علم الفراسة، هي المهارة في تعريف بواطن الأمور، بواطن يعني الشيء الغير ظاهر، كيف أنا أعرفه بدون علم غيب، علم الغيب حلو. لله وحده. طيب هذا كل الأغلب الأخصائيين النفسيين عندهم الفراسة، عندهم الفراسة دكتورة نادية؟ مو شرط، ممكن يكونوا ناس ما بيشتغلوا بعيد عن علم النفس، الأخصائيين النفسيين يعرفوا لغة الجسد أكثر من الفراسة، عشان يعني أقدر أعرف اللي قدامي هذا جالس يكذب أو هذه لغة جسد، صحيح هذه لغة جسد. الفراسة أكثر الأشياء اللي انكتبت عن الفراسة هي في الشكل، مثلا هذا جبهته طويلة له تفسير، هذا جبهته ضيقة له تفسير، هذا حواجبه مقرونة، هذا حواجبه بعيدة عن بعض، هذا فمه غليظ، هذا فمه رفيع، العيون فاتحة غامقة، الشعر فاتح غامق، في المواصفات، في الصفات يعني الخارجية، مواصفات الشكلية. أوكي. هذا أكثر شيء بنعرف في الفراسة، بس هي لها أكثر من شيء، يعني مو بس في الصفات الشكلية، ممكن الأحلام نوع من أنواع الفراسة، وتكلمنا قبل كده عن الأحلام لو صحيح في حلقة سابقة. أيوة. وقلت لك إنها مين اللي بتجيله الرؤية ومين اللي ما بتجيله الرؤية ومين اللي بتجيله أحلام عادية، هذه كلها من الأشياء المختصة بالفراسة. بالفراسة. طيب حلو. طيب أنا عندي سؤال تحفي، لازم أنا لازم أقاطع، ما أقدر ما أقدر. طيب الحين أنا اللي فهمته إنه الفراسة، بس عشان كمان أوضح للمستمعين يمكن يعني يمكن في أحد ملخبط زيي، فاللي فهمت ان الفراسة يعني تقدرين تعرفين الشخص هذا، مو في بعض الناس اوقات والله هذه ما ارتحت لها يعني، ويكون احساسها احيانا مره صادق انه هذا مثلا الشخص هذا ما هو مريح او حيأذي او هذه كذا فراسة، وانا عرفت هذا الشخص على طول من اول مره. والله من جد رائع سؤالك، هذه داخله فيها اشياء مره كثيره، واحد منها انه الارواح جنود مجنده، مو مع كل الناس انت حترتاحي. اثنين، لو طلع رأيك صحيح وانت ما عندك علم فراسة او ما عندك هذه الفطنة او الشيء، فانت رسلتي لها طاقة صد فصارت العلاقة بناتكم سيئة، مرة مرفوضة، صح؟ انت مرفوضة فما حتقرب منك، فحتقولي ما شاء الله انا عرفت لوحدي، ممكن وبعدها خلاص اصير انا اللي عارفة اللي بدلك الامور. عشان كده هي حاجة ترى مرة مي سهلة، لازم الواحد ينتبه لنفسه، هل انا بوسوس؟ هل انا بأشك؟ هل أنا بدخل في ضميري شيء مو حقيقي؟ على فكرة من صفات الإنسان اللي عنده فراسة أنه نيته نظيفة. تعرفي مين أشطر ناس في الفراسة؟ مين؟ الأطفال البريئين. ما تشوفي الطفل يقبل على شخص وما أيوة يقبل على يحبك شخص. يا ما يحبك فعلا، صح؟ مين علمه ده؟ نور صحيح. الله اللي علمه. أيوة نور الله هو اللي دله. كمان هو بالعلم الطاقي أنه والله هذا حنون أو هذا يحبني، ولا واحد موجاته وتوترات قوية تقوم تباعده. فتلاقيها عند البريئين أكثر، تلاقيها عند الحيوانات الأليفة، ما تشوفي أحياناً حيوانات أليفة تلصق في أحد وتشرد لما يجي أحد تاني. فعلاً صحيح. أيوه، بس هذا لا يعني إنه ده الشخص سيء، بس إنه ما هو مريح له. طب ما أكون يمكن عشان أنا ما أحب، يعني ممكن أكون ما أحب الأطفال فمرة ما أعطيهم وجفة ما يقربوني. حتى لو ما تحبيهم تلاقيهم يحبوك لو كان قلبك نظيف تجاههم، إنما لو مثلاً ابن شخصي ما تحبيه يحس أكيد. فهو أيوه يحس. أيوه. أيوه. صحيح. أو فجأة كده يقول لك يا ماما فلان ما يحبني أو أنا ما أحبه. أحيانا الأطفال عندهم إنه بدل ما أقول هو ما يحبني أقول أنا ما أحبه. ليه؟ هو حاسس بشيء أنت ما تقدري تعرفيه. صحيح. طيب فمرة كويس لو إحنا فرقنا بين الوسواس والشك وسوء الظن والفراسة. فعلا كل حاجة مختلفة عن الثانية. وكمان زي ما قلت لك ما ننسى إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا الأرواح جنود مجندة. جميل جدا. طيب دكتورة نادية حنكمل أكيد موضوعنا الرهيب صراحة، هذا موضوع جدا كبير، ف يعني إن شاء الله نقدر نغطيه كله. ماني عارفة أنا ليه حابة المواضيع الغامضة الغريبة عن صح؟ الناس، نحب الغموض أحنا. إيه. لا وكمان شيء ممكن يكون ينظلم، فناس يقولوا لك علم الفراسة حرام. صحيح، حنتكلم عن هذه النقطة بالتحديد لكن بعد ما نطلع فاصل إعلاني قصير وراجعي لكم بعد شوي، لا تروحون بعيد.
ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله العيادة المسموعة. الفراسة ولغة الجسد وعلاقتها بعلم النفس، هذا هو موضوعنا لليوم مع ضيفتنا الدكتورة نادية شكري الأخصائية النفسية. قبل أن نكمل موضوعنا أحب أذكركم لسه قدامكم الفرصة أنكم تشاركون وتربحون معنا جوائزنا لليوم من المركز السعودي الصيني، جلستين، جلسة تخسيس وجلسة الإقلاع عن التدخين، وطريقة بسيطة وسهلة يا جماعة الخير، ولسه عندكم أكثر من نص ساعة إن شاء الله يحالفكم الحظ أنكم تربحون معنا جوائزنا لليوم برسال كلمة السعودي الصيني مع اسمك ومنطقتك على STC 84770 موبايلي 640-660 وزين 746262. دكتورة نادية، طيب طبعا نرجع لموضوعنا، إيش علاقة الفراسة بعلم النفس؟ قبل ما احنا وقفنا عند نقطة قبل الفاصل، أيوة. على فكرة فجأة نسيتها، ما أعرف ليه. خير، أنت قلتي لي أني أنا ملخبطة شوية في التعريف، أنا أديتك تعريف علمي، خليني أديك تعريف أسهل بحيث أنه الكل أيوة. يفهمه. حلو. أنا أقدر أسمي الفراسة تفسير العين لما تراه، ومن لم تنفعه فطنته لم تنفعه عينه. يعني اللي أنا بشوفه وما أفهمه ما استفاد من اللي شافه. صحيح. وفي فطنة هي تكون السبب لأنك تخليك تفهمي واستفدتي من اللي شفتي. ممتاز، أوكي. كذا أوضح. أيوة كذا أوضح. ليش أنا اهتميت بعلم الفراسة أو جبته كموضوع؟ طبعا الفراسة لها علاقة بعلم النفس، وعلم النفس يهتم بالفراسة ويهتم بأي شيء يدرس سلوكيات الشخص، أو أني أنا أطلع من الشخص شيء هو ما يقدر يقوله، أحيانا يكون ما يعرفه عن نفسه. الفراسة وعلم النفس حاولت تجيب الأشياء اللي هي نقدر نسميها قاعدة وما تغلط وما تتغير، فمثلا الأمزجة، أنماط الشخصية، هذه الأشياء أتكلم عنها علم النفس وهو جزء من علم الفراسة. يعني أنماط الشخصية أنا ماني حابة أتكلم عن هذه الأشياء الآن لأنه يبغى لها شرح مرة كثير وتوضيح مرة أكثر، يبغى لها حلقة يعني خاصة، ممكن يكون حلقة ممكن ما يفيد الشخص أنه يعرفها. طيب، لكن الأمزجة يتهيأ لي إنها مرة مفيدة، ولا يمكن البشر كلهم يخرج عن 6 أمزجة. طيب أوكي، هخليهم للفقرة اللي بعدها عشان يكون الكلام مسترسل مع بعضه. أيوه. حلو. هتكلم عن شيء تاني دحين اللي هو الفراسة والقيافة. أنا عشان قد جبت الموضوع اللي هو تتبع أقدام الناس أو كذا، هذا برضو من العلوم القديمة اللي هي قبل الإسلام. القيافة معنى إن أنا بتتبع الأقدام، زي ما نعرف كانوا يشوفوا الأقدام مين جاي، هذا عدو ولا حبيب ولا كده، من دعسة القدم على الرمال. نفس الشيء كانوا يعرفوا هذه اللي تكلمت عنها، هي اسمها القيافة. طيب وش هي الرياضة؟ دحين أنا ما أدري، أنا لخبط، أنا أبغى أسمع الحين. طيب. القيافة اللي هي أقدام البشر. أوكي. طيب الرياضة أقدام، الله يكرمك، الدواب. أوكي. الحيوانات يعرفوا ده حيوان ضايع من عندهم، مثلا جمل ضاع يعرفوا كيف راح، فين جاء، شارد، حيوانات تانية، سباع كذا، خلاص كل شيء هم بيعرفوا بالقيافة والرياضة. هذه اسمها في اللغة العربية القديمة جدا. كانوا كمان زي ما قلت يعرفوا الأرصاد الجوية، كانوا يتبعوا النجوم وحركة النجوم تعرفهم هم في الشمال ولا في الجنوب ولا صحيح كذا يعني. اي بس دكتورة الحين احنا ايش نستفيد؟ طب اول كان عندهم، ما كان عندهم كل وسائل أيوة. يعني وكل الامور هذه اللي يقدروا يعرفوا فيها، بس انت ايش رايك احنا دحين عندنا عندنا وسائلنا لمعرفة الارصاد الجوية مثلا، ولا الستلايتات والاشياء المرة دقيقة اللي بتطلع لنا النتائج هم قدروا يعرفوها بدون شيء. هذا ايش يدل لك؟ فطنة العرب قديما. صحيح. وفهمهم بالناس وفهمهم هم فين يعني، ويتهيالي بفهمك قديش ده العلم كمان مهم. ممكن حاليا ما له اهتمام كثير لانه بيعرفوا عن طرق اشياء تانية، واخذنا من جزء من الفراسة جزء مرة بسيط اللي اسمه لغة الجسد، وصار يدرس لغة صحيح. الجسد. بس برضو انا بالنسبة لي انه لغة الجسد ترى انا ما اقدر اعتمد عليها 100%. صحيح. طب ليش؟ طيب أنا أقول لك ليش. لأنه مثلا في علم الفراسة وفي لغة الجسد يقول لك الشخص اللي حط يده على فمه هو بيتكلم أو هو بيسمع موضوع، فهو يبغى يسكت نفسه عن شيء. خلاص؟ أيوه. في عندي موضوع ما بطلعه.
تصير، بحاول أسكت نفسي. بس هل هذا صحيح 100%؟ لا، يعني لما أجلس أسمع لك مثلا أكون حاطة يدي على فمي فأمنع نفسي تحط يدك كده على فمك أو من الكلام؟ لا مو شرط، ممكن أكون متوترة أو مندمجة في الكلام هو شوفي أنت ما حتطلع لغة جسد إلا وأنت ما أنت حاسة، طول ما أنت مركزة على نفسك وما حتتكلمي صح. أيوه صح. طيب لا شعوريا يعني. نقدر نقول أنه 80% صح، خلاص للناس العاديين، للمواقف الغير متكررة، مو أنه يكون عندك لزمة. طيب اللي يكون عنده لزمة هذا ما نقدر نسمي دي لغة جسده، أنه في كل مرة بقول كده بحاول أخبي. لا صحيح، مش شرط. ممكن يكون الشخص ده مريض بالتوتر، ممكن عنده أكزيما، عنده حكة. صح ممكن. أيوة صح، هي تزيد الأكزيما مع التوتر وتزيد مع المواقف اللي بتخليك تصدقي لغة الجسد أكثر، بس هذا ما أقدر أعتمد عليه 100%. طيب احنا نعرف كلنا الحديث حق الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول على وزمان اللي هم كانوا شاطرين في الفراسة وكانوا مبدعين، أشققت عن قلبه. كلنا نعرف ذا الحديث ونعرف قصته، انه ما نقدر ندخل في نيتنا 100% هذا ايش قصده هذا مو ايش قصده، هنا دخلنا احنا في الشك، وهذا دخلنا في ان بعض الظن اثم. بس دكتورة في يعني في حركات يعني أغلب الناس يسوونها وفعلا يعني تمت ترجمتها. يعني مثلا الواحد لما يكون مرتبك، لما يهز رجله ولا يحط ولا يعرق، ولا في أشياء كذا مشتركة بين الناس. يعني في أشياء واضحة جدا. لو تتذكر تكلمنا عن الرهاب الاجتماعي وكيف قلنا أنه يعرق ويتأتي وصوته يروح. صحيح. تكلمنا عن المواصفات هذه. هذه أشياء خلاص مع كل الناس. الفراسة ما تهتم بالأشياء الواضحة، تهتم ببواطن الأمور زي ما قلنا في التعريف، بالأشياء المرة غامضة اللي طلعت غصبا عنك. مش إلا واضح وكل الناس قدروا يشوفوه. أنت كأخصائية نفسية ولا كمعالجة نفسية لما تقعدي مع أحد ويجلس يحط يده على فمه وأنت بتتكلمي في موضوع معين، شكي بنسبة 80%. النسبة دي ترى مرة مي صغيرة، مرة كبيرة 80%. شكي إنه في عنده شيء ما يبغاه، بس حفري حفري حفري، ولو ما طلع شيء عادي تقول اني انا غلط، ما هو عيب. اكيد. طب ايش في صفات معينه للفراسه؟ طب ممكن انا ابغى اعرف اذا انا عندي فراسه ولا لا. صفات صفات الانسان اللي صاحب الفراسه، هذا كمان سؤال مره حلو. طيب الانسان صاحب الفراسه، ما ادري الناس عموما ايش يحسبوه، في ناس يحسبوه رجال كبير وانا قدي خبرته بالدنيا. ايوه خبره وحكيم وكذا، بس أنا جاوبت قبل إنه الأطفال أقوى فراسة من الكبار. عشان إيش؟ النية صافية. أيوة. طيب صفات صاحب الفراسة، ثلاثة صفات. أول حاجة صفاء النية، مو عشان دا مو عاجبني ولا دا من قبيلة فلان ولا دا عشان ولد فلان كده خلاص إنه هو شر طالع منه. صحيح. طيب أو ملامح معينة مثلا يكون له تجارب سابقة مع ناس لهم شكل معين. إحنا نعرف إنه الناس تقسم أشكالهم، هذا في علم الإنسان. ناس اسمهم قوقازيين اللي هم ملامحهم زي شبه الجزيرة العربية، وناس ملامحهم مغولية اللي هي زي شرق آسيا وكذا، وفي الملامح الزنجية اللي هي زي أفريقيا وكذا. ففي إنسان يكون جرب تجارب مع ملامح كذا يقوم يقول كل اللي كذا كذا، لا. أيوة صحيح. لازم تكون نيته صافية. وأنا بتعامل معاكي ما كشيت منك بدون سبب ولا أي حاجة، بتعامل معاكي بصفاء نية، وكمان عندي سلامة حواس، أسمع صح وأفهم اللي أنت قلتيه، أشم صح، أشوف صح، كل شيء مو بنيتي. طيب لأنه في قاعدة حاسة سادسة، حاسة قوية عندي. لا مي سادسة، الحواس اللي عندك الخمسة دول تكون قوية. تكون قوية ومسخرة. صح. طيب في قانون من قوانين الحياة يقول لك الحقيقة ليست هي الواقع. يعني إيش الحقيقة ليست هي الواقع؟ يعني أحد دخل علينا من برا شافني أنا وإنتي حطينا المايك وقاعدين نتكلم كذا، مثلا يقول إنه دول اتنين بيتآمروا. هو شاف في الحقيقة إنه شكلنا بنتآمر، لكن هذه ما هي حقيقة فعلا، ليست الواقع. أوكي. الواقع إحنا بالضبط، هذا ما عنده سلامة حواس. إن شاء الله تكون الفقرة سهلة وواضحة. لا الحين بدأت أفهم، فإن شاء الله كل اللي جالسين يسمعونا يكونوا فهموا النقطة هذه. أيوة. ثالث صفة للشخص صاحب الفراسة إنه يكون إنسان ذكي، فهمه سريع، منطقي، يحلل، يعني عنده ذكاء اجتماعي. مو شرط إنه يكون بيرفكت في الرياضيات ولا
بيرفكت في شيء ثاني يعني حسب انواع الذكاء. هو في الذكاء الاجتماعي ذكي حلو، فنرجع أوكي. نقول نيته صافيه، حواسه مسخره كويس، وكمان انسان ذكي. هذه الثلاثه الشروط اذا توفرت زبطت معك. طيب تضبط ممكن، بس برضو نرجع نقول مش مو 100% يعني أكيد. زي ما ذكرنا في البدايه. طيب وايش يعني ايش علاقه الفراسه كمان بالالهام يعني، ولا هي نفس ايوه نفس المعنى؟ لا ما هي نفس المعنى. الالهام هو درجه من درجات الايحاء او الوحي. طيب الوحي حق النبوه هذا شيء مره مختلف. انتهت النبوه ببعثه سيدنا محمد، انتهت النبوه. طيب بس الوحي انه اوحينا كده يعني مثلا سويت لك كده، بوحي لك انه ترى مو عاجبني الكلام. حلو سويت لك كذا، يعني يتخيلوها هم اساسا الحين سامعين مش شايفين، هم سامعين وبتخيلوا. طيب بس اقول للمستمعين حبايبنا اللي جالسين يسمعونا انه هي عقدت حواجبها كذا، النظره هذيك اللي كشرت اي الموضوع ده تكملي. سويت لك كذا ايوه انا بنشط عندهم الفصل الايسر حق الخيال، فلما اقول لك سويت لك كذا كذا هم متخيلين شكلي يعني كيف كذا ايش اللي كذا ايوه. طيب هذا انا اوحيت لك بشيء عشان اخليكي ترجعي او تترددي او ما تكملي، او بالعكس انه انا متقبلتك اسمعك. دائما انت لما تيجي تكلمي اي احد بتحاولي تشوفي هو مركز معاكي ويبغى يسمع ولا لا. صح، وفي ناس مره ما تسمع، في ناس ما تحب تسمع ابدا، ولو كلمتيها ما تفهم. صح، تندم انك كلمتيها. ايوه ايوه صحيح. فهذا لما انا اوحيت لك صح ولا لا، انا ارسلت لك اشاره غير لفظيه ولا سمعيه وانت فهمتيها، انت عندك علم فراسه. من جد هذا معناه كذا؟ ايوه أوكي. طيب هذا الايحاء. طب والإلهام؟ الإلهام درجة منه، درجة أقل من الإيحاء. يعني مثلا سمعتي نبرة صوتي تغيرت، في شيء خلاك تعرف إنه ستوب وقفي. أي صح. يا إما نبرة الصوت، يا إما شيء شفتيه، بلاش شفتيه، لا شفتيه هذه حقة إيحاء، أقصد كلمة ممكن أكون قلتها أو نبرة صوت أو شيء بالغلط طلع مني. احنا زي ما احنا عارفين لغه الجسد هي تدرس الشيء اللي انت ما قصدت تطلعيه. حتى لو تلاحظي وتركزي في الاخبار والناس السياسيين والناس اللي يطلعوا كلام مهم جيبوا الورقه يقروا منها عشان ما يغلطون، لانه لو استرسلوا حتسوي يدينهم حركات تفهم اللي قدام اذا بيكذب ولا لا. صحيح، اغلبهم يلبسوا نظاره سوداء عشان لا تقرا عيونهم. ترى ممكن تدرسي وتتعلمي لما تصيري بارعه وتقرا العيون. صحيح، هذه عجبتني النقطة هذه دكتورة نادية، لكن أكيد حنرجع نكمل موضوعنا، حنطلع فاصل إعلاني سريع وراجعي لكم على طول. طبابة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله، العيادة المسموعة. كملين معاكم حلقتنا لليوم على إذاعتكم وموجتكم السعودية ألف ألف أف أم، ومع ضيفتنا الدكتورة نادية شكري الأخصائية النفسية، وكنا جالسين نتكلم قبل الفاصل عن الفراسة ولغة الجسد. بس نحب نذكر ونرحب بكل اللي انضمونا في هذه الدقيقة. دكتورة نادية تكلمنا شوية عن الفراسة والإلهام وعلاقتهم بعلم النفس، ونتكلم شوية عن الفراسة والمزاج إذا لهم علاقة في بعض. أيوة. وإيش علاقتهم بعلم النفس اللي أنا قلت لك حنتكلم عليه بعد الفاصل. ليش علم النفس اهتم بالفراسة؟ عشان أعرف أتعامل معك. طيب هذا العلم اسمه علم الأمزجة أو جمع مزاج. طيب لكل الناس زي ما قلنا كلهم لهم ستة، ما حيخرج عن دول الستة. حلو. فكل واحد بمزاجه في طريقة كلام تتناسب معه. طيب يعني ستة أمزجة، ستة أمزجة أيوة اللي هو جمع مزاج. طيب أول واحد اسمه المزاج الحار. إيش يميز هذا الشخص في علم الفراسة؟ إنه عند بشرته شوية محمرة، سريعة وسريع ودائما الانفعال، من يوم ما تكلميه بيتجاوب معك على طول، سريع الكلام. ما أقصد فيها انفعال يعني عصبي، لا انفعال يعني تجاوب. طيب كمان سريع الكلام، دائما شجاع. طيب جهور الصوت، قوية البنية. يعني عصبي؟ لا لا مدوبي قلت مو عصبي، ما أدري من الوصفات. والمزاج الحار مزاج حار يعني إنسان متفاعل نشيط. طيب أوكي طيب. بس يعني ما لخبط. أيوه. أنا معاك نقطة. طيب في صفاته الشكلية يقول لك هو كثير اللحم قليل الشحم، يعني ما شاء الله ممكن تلاقيه ضخم بس ما هو شحوم.
كمان له مواصفات. ايوه فعلا من نفس مو في الانماط. ايوه في البدين له نمط، النحيف له نمط، السوداوي له نمط، الصفراوي له نمط. انماط مره كثير ما حخش فيها. ايوه طيب بس حتكلم في الامزجه صفات العامه. ايوه طيب كمان كثيف الشعر حلو. ايوه الفراسه تدرس تهتم بالشكل كثير. المزاج الثاني اسمه المزاج البارد، بطيء الفهم، مو معناته غبي، ما يستوعب بسرعة. لا ما هو لا. غبي كمان بطيء الفهم، يعني أبغاك تأكدي للمعلومة عشان أفهمك صح. طيب ثقيل اللسان، تلاقيه هو بتكلم مرة بطيء، يوتروا اللي تكلموا بسرعة. طيب بطيء الحركة، قومي جيبي لنا كده طيب بعد شوية. أيوة كده برود. أيوة أيوة حبيت أنا المزاج البارد هذا. أيوة أنا ما حبيته عجبني غالبا ما يحب المواجهة هذا الشخص. لا خلاص ما عجبني. أيوة هو له مميزاته طبعا، ترى مرة يهدي أعصاب الإنسان اللي قاعد معاه، يروقه من البرود، بيسحب طاقته الحرارية دي ويهدي. بطيء النمو، ما تلاقي فجأة فز زي الحار. الحار وهو طفل تلاقي مثلا مرة قصير فجأة صار ما شاء الله طول الباب. أوكي. هذا لا على مهله كل شيء بيطلع له. يعانوا من مشاكل هضمية لأنه مو هو ثقيل هادئ وتقيل وما يحب المواجهة، فالانفعالات تصير داخلية. أوكي. طيب يعاني من مشاكل هضمية. ترجع لعامل نفسي يعني، ما ترجع لعامل نفسي. أيوه. لطبيعته هو كده. بدين نوعا ما، بروده ما يخلي الأيض حقه شغال. طيب بياضه إذا كان أبيض يميل إلى الصفرة، في ناس يميلوا إلى الحمار وفي ناس يميلوا إلى الصفرة. طيب كمان كثير النوم كمان كسول. أيوة لا مو كسول بس ينام كثير. ساعات النوم حقته مو أطول. احنا تكلمنا في النوم أيوة. إنه في ناس تحتاج أكثر من ناس. أيوة. هذا يحتاج أكثر. طيب إذا انفعل تجي له رعشة، يا ما تلاقيها في صوته يا ما في جسمه يا ما كده، هذا إذا انفعل عشان خليتي ينفعل غصبا عنه. طيب كفاية كده عن المزاج البارد، حنتكلم عن المزاج اليابس. أوكي. المزاج اليابس كثير السهر قليل النوم، صبور على التعب، تلاقيه صابر على المشكلة على التوتر على دي الأشياء. عنده قوة تحمل، عنده قوة تحمل وصافي الحواس، إذا ما قلنا من صفات الليس الإنسان اللي عنده فراسة. أوكي. إيه. ولكن عنده ما أقدر أسميه حقد، صعب ينسى الأسى، تجربة مر فيها فاكرها ومأثر عليه، تأثر عليه. أيوة. كثير. أيوة. بس ما هي حقد، حقد يعني أجلس غضبان وأفكر في الانتقام. طيب عندي دحين هنا بدأت في الأمزجة المختلطة، المزاج الحار اليابس. أوكي. قدرته على الحفظ كبيرة. أقوى من التفكير، شديد الإقدام إلى حد التهور. الناس اللي يحبوا يسووا أشياء متهورة تلاقيه يكون مزاجه حار يابس. طيب جسمه معتدل، جهازه الهضمي قوي، كثير الشعر، لكن هدول لما يكبروا يصلعوا كمان سبحان الله. أيوة الفراسة قلت لك بتهتم بالأشياء كلها، وأنا جبت الأشياء المرة بسيطة اللي بس تفهم الناس الفرق بينهم وبس. أيوة. عشان نوضح أو يشوف نفسه هو من أي أي مزاج. وفي مزاج حار رطب، هذا قوي الفهم، ممكن يكون عنده فراسة، مفكر، حواسه صافية كمان، هو قوي الإرادة مرة، عنده إصرار، صعب إنك تحبطي أو تجيبيله إنه يميل خلاص من الشيء، ضايقتي مرتين ثلاثة، لا عنده إصرار ما هو ملول. أيوه. يميل إلى الإقدام، يحب المواجهة. طيب حلو. يميل إلى الأعمال اللي تظهر ذكائه، ويحب يطور نفسه. يحب يطور نفسه. كده خلاص خلصنا الأمزجة. كده خلصناها. طيب أتكلم شوية عن الفراسة ودخلها في الأحلام ولا نأخذ اتصالات، إيش رأيكم؟ أتوقع كم دقيقة معانا بس فدوى هنا معانا في الكنترول، حناخذ اتصالات في اللينك الأخير. خلينا بس نذكر كمان المستمعين لأن ما ذكرناهم فعلا بأرقامنا، اللي حاب يتصل علينا على 012-61-61-100 ومن الرياض 011-217-85-85. طيب حيمدينا أظن نتكلم شوية قبل الفاصل
دكتورة نادية عن الفراسة وعلم الأحلام. في بعض الأشياء أتوقع ذكرناها في حلقة سابقة لما تكلمنا عن الأحلام صح؟ بالضبط. أنا عشان كذا قلنا ما في أيوة قلنا حنخصص للفراسة وعلم ولغة الجسد حلقة ثانية فعلا. أيوة أتكلمنا أنه في ناس تشوف رؤية صحيحة وفي ناس تشوف أحلام، وقلنا وظيفة الأحلام أنها تحقق رغبات مكبوتة، يعني مسؤول عنها العقل. صحيح. أيوة. طيب؟ أيوة. علم الرؤية بالضبط ما في أحد يقدر يقول لك أنا فاهم إيش هذا. طيب؟ بس اللي أقدر أقوله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لم يبقى من النبوءة إلا المبشرات. سألوا الصحابة وما هي المبشرات، قال لهم الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. يعني الرسول بما أنه أثبت هذا الشيء خلاص أنا ما عندي تعريف تاني. الرؤية الصالحة يعني أكيد هي إلهام، أكيد هي وحي، أكيد هي حاجة إحنا ما أقدر أعرفها بالضبط إيش هي. طيب حلو. يراها المؤمن أو ترى له، يعني ممكن واحد يكون ما عنده فراسة بس شاف لفلان حلم. صحيح. وتحصل له. أيوة يحكي له. أيوة. مو شرط الفراسة، ترى الفراسة في تفسير الحلم، مو شرط إن هو شاف له شيء كده كده إنك حتاخد كده، يعني حيصير نفس اللي شافه بالترتيب، لا. لكن هو ممكن يفهم من الحلم ده شيء. طيب. وهو بذكائه بفطنته بما أنه صاحب فراسة أو أنه هو مؤمن مخلص شي كده بتجيله الحكمة والنور اللي خليه يفهم، يصير هو يفهم ده إيش قصده، إيش ده التفسير وإيش كده. يعني ممكن أحد مثلا يحلم في ثلاثة عصافير، أو أحد شاف له ثلاثة عصافير عنده أو كده، يقوم يقول هدول ثلاثة أولاد بإذن الله حيجون حيكونوا صالحين مطيعين كده. هو تفسيره كده للحلم، وممكن واحد تاني يكون تفسيره شيء مختلف. صحيح. أيوة. بس أنا بتكلم دحين عن المؤمن صاف النية اللي بتجي له الرؤية. في شيء تاني حابين نتكلم عنه؟ خلينا ناخذ اتصال دكتور نادي، اللي انتعفي باقي معانا تقريبا بس ربع ساعة. وأخذنا الكلام فعلا موضوع كبير كنا حاولين ان احنا نغطيه كله، لكن خلينا ناخذ اتصال ونرجع ثاني نكمل كلامنا. ناخذ اتصال نقول ألو. ألو معك أحمد من الرياض. أحمد هلا وسهلا فيك أخي أحمد. هلا غلا. أنا مستمتع جدا صراحة معكم البرنامج اليوم، خاصة يوم خميس، يعني فعلا يستحق الاستماع. تسلم لنا أخي، يسعدنا بعد اتصالك سمع صوتك. تفضل. الله يسلمك. طبعا دكتورة ترى قبل شوي تذكرين صفات زوجية، يعني حتى الزوج والزوجة اللي تختار شركة حياتها والحياتها. أيوه. يكون مزاج، يعني حتى لا اسمع لمزجة ترى فيها من ضمن الصفات الزوجية ترى، يعني تشجعين إن شاء الله الزوج اللي بيقدم على زواجه وشيء أو الزوجة. أيوه. أيوه صحيح. تركز على المعلومات المزاجية هذه أكثر طبعا ترى. لو كانت هي حارة وبتاخد واحد المزاج البارد على طول حيتشاكلوا كثير لما يتعودوا على بعض، أو إننا نعلمهم كل واحد كيف يتعامل مع الثاني، كيف تجذب انتباهه. صحيح. عشان كذا في جلسات كثيرة فعلا لتطوير أو لحل مشاكل الزوجية أو لفهم الشخصيات. صحيح. نعم. عندي سؤالين يا دكتورة وثلاثة بالضبط، سريع السريع. تفضل. طبعا نسمع عن شيء اسمه تنمية الذكاء، وطبعا نبغى بس طرق كذا سريعة، يعني شلون الشخص ينمي ذكاء، يعني إذا كان أطفال أو كبير في السن. ونسمع عن شيء اسمه كثرة النسيان، في شيء اسمه تنمية عدم النسيان؟ تمارين عدم النسيان. وتنمية الذكاء. طيب في سؤال ثاني بس أخير. فضل. بس لأني أبنى في الطريق بس سؤال أخير. ليش الدكتور عادة أمانينا غير أحلامنا؟ يعني إحنا نتمنى أشياء بس ما نحلم فيها، نادر ما تلقى الشخص يحلم فيها. مو شرط الأماني تكون مطابقة للأحلام. الرغبات المكبوتة، يعني اللي أنا بقول لنفسي لا ما حسويها وأنا صاحي فأحلم فيها. هذا القصد منها. صحيح دكتورة. اوكي بس السؤالين اللي ذكرتها الاولى حق تنمية الذكاء وعدم النسيان. طيب انا ابغى اقول لك انه الذكاء انواع مره كثيره. ابسط نوع تقدر تنميه اللي هو مثلا تتثقف، تصير عندك معلومات كثيره، هذا انت نميت ذكائك. انما الذكاء اللي مقصود به كل انواع الذكاء للاسف هو بعد الثلاثين ما عاد يزيد خلاص. ما عاد تقدر، يعني الواحد ما عاد يقدر ينمي ذكاء مثلا بعد، لا يعني اللي يسوي اختبار وعمره 16 سنة. أوكي. وتطلع له درجة ذكاءه 110. أيوة.
بعد كذا ما حتزيد. ما حتزيد. لا 16 سواها وحاول يتعلم أكثر وعرف إيش هو وكذا، أو أحد كان بيتابع معه وكذا، ممكن يوصلوا 130. بس هذه ترى خلقة يجي فيها الإنسان كذا. سبحان الله. أيوة هذه القدرات العقلية اسمها. القدرات العقلية في علم النفس تسمى ذكاء. إنما الذكاء العام اللي هو مثلا الذكاء الاجتماعي، أعرف كيف أتعامل مع الناس، هذه أقدر أطوره أني أنا أمرن نفسي. في تعريف بسيط للذكاء يقولك هو قدرة على التكيف مع اللي حوله، التكيف في البيئة، التكيف في العمل، التكيف مع الناس. لما أنا أنمي هذه القدرة حيزيد ذكائي. صحيح. عجبتني كيف الذكاء الاجتماعي فعلا. هذا اللي أتوقع أكثر شيء ينفع، الذكاء العاطفي، الذكاء اللغوي. هذه كل أشياء تتنمى بالثقافة بالتعليم. طيب. جميل جدا. حنطلع فاصل إعلاني قصير جدا وحنرجع نكمل حلقتنا، وحنرجع كمان نستقبل اتصالاتكم. طبابة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله، العيادة المسموعة. كملين معكم حلقتنا لليوم من برنامج طبابة ألف، وموضوعنا عن الفراسة ولغة الجسد وعلاقتها بعلم النفس. في أحد المستمعين أخوي أحمد من الرياض اتصل علينا، وطبعا طلعنا فاصل وما مدانا نكمل الإجابة على سؤاله. أتمنى أنه يكون يسمعنا الآن عن طريق الراديو. الدكتورة نادي أكيد حتجاوب على السؤال، لكن في ميسا أول شيء معانا على الخط وبعدين نرجع نجاوب سؤال أحمد. ألو يا ميسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضلي. والله صرت من المتابعين ليكم، صراحة حلقتكم مرة روعة حبيبتي. تسلمين لنا نادي على المواضيع الحلوة هذه اللي هي بتطرحها. تسلمين. أنا بدرس دحين علم نفس، وحابة أستفسر من الدكتورة نادي إذا كان يعني هل حستفيد منه في دراستي وكده. وهذا اللي بنسمع، معلش السؤال الثاني اللي برضو حابة أطرح عليها، صحيح في حكاية الألوان ممكن نعرف شخصيات الناس من ألوانهم؟ أحيانا نقول مثلا اللون الأبيض أو اللون المفضل ليها الأزرق أو زي كده، ممكن برضو يدخل في علم الفراسة لغة الألوان؟ صحيح دكتور نادية ولا؟ أول حاجة بقول لك إيش اللي تبي تستفيدي منه في علم الفراسة، في علم النفس تستفيدي منه ولا لا؟ أكيد، لأنك حتدرسي أصلا. تستفيدي في التعامل مع الناس، لما يجيك شخص مثلا من فراسته تعرف إنه هو رافض يسمعك. كيف نعرف الإنسان رافض يسمعني؟ إذا كتف يدينه يعني ترى أنا ما أبغى معلوماتك تدخل لي، أو كتف رجلينه بطريقة باين أنه بعد شوية اديني مساحة. فأنت لما تشوفي شخص زي كده أعرف أنك قبل ما تقولي له أي كلمة ممكن يرفضها ريحي، خليه يرتاح. إذا لقيتيه بدأ يهدأ كده وفك يدينه وجلسته تبدأ تصير مريحة أكثر، خشي له في الموضوع. فيفيدك ولا ما يفيدك علم الفراسة؟ أكيد كمان تخلينا يتكلم. صحيح دكتورة، ممكن يجيك مريض ما يبغى يتكلم، ما يبغى يتكلم، فأيوة أنت تعرفي كيف هو يتكلم. أيوة. أو مثلا يقولك ما في شيء، ما في شيء. طبعا إحنا شوية شغلنا متعب، لازم تقعدي مرة متعب. والله الله يكون في عونكم. بس ممتع كمان. علم الألوان هذا علم إن شاء الله حنخصص له حلقة إن شاء الله كاملة، حتكلم عن كل لون ويرمز لإيش، منها حبك أنت للون إيش بيطلع لنا. وتاني حاجة إيش يفيدك اللون ده لم تلبسي. إن لاقي شخص مثلا، خليني أتكلم عن نفسي، أنا إنسانة ما كنت أعرف إني كل ما أزعل روح ألبس بلوزة كحلي أو لبس كحلي، لون معين غامق. إيه وأختار ده اللون، لا مو غامق، الأسود شوفي أكون مرة فرحانة طاووس وأنا ماشي بالأسود، لكن لو لبست كحلي أعرف إني مكتئبة. بدأت أكتشف نفسي. أيوة. في ناس تانين ممكن مع شيء تاني، ممكن واحدة تلبس أورنج يدل على أنها مكتئبة أو زعلانة أو متشتتة، اللي يكون يعني. فإن شاء الله بإذن الله حنخصص حلقة، لو كانوا حابين المستمعين ده الموضوع حنخصص حلقة كاملة عن علم عن الألوان. علم الألوان. طيب. صحيح في بعض الناس فعلا تجين تستغربين، والله مو عادتك غريبة لابسة أحمر مثلا، ما تلبي الأحمر والله كذا طفشانة لبسها، أو أيوة حابة تغيير أو كذا، أو فجأة تلاقي نفسك في سنة من السنين تحبي لون وتتغير، وايوه سنتين ثلاثه وتلاقي ده اللون خلاص ما تقدر تلبسيه بعد كده، او تحبيه في فرش البيت وبعدين لا تبي تغيريه على لون مره مختلف. وفي ناس لا، قد ما يغيروا ترجع نفس الالوان ونفس الطابع. صحيح. ايوه. حنرجع نجاوب على السؤال حق اللي عنده كثره نسيان، ايش يسوي؟ النسيان اول حاجه انا رايي انه هو يشوف معالجين مختصين عشان يعرفوا سبب النسيان. لو عرفنا سبب النسيان، هل هو نقص في هرمونات معينة أو سن أو إنه هو عدم تركيز، أحل المشكلة يعني ممكن. أيوة.
فيصير أنا حل مشكلة. طيب تنفذ الموضوع. معليش إني قلت اسمها لإني أشكرها الصراحة. أنا أشكرها إنها إنها ما تم في ذا الموضوع، لأنه تهيل بترجمها وفيها تمارين مرة كثيرة. يعني ما حقول اسم كتاب. أيوة. يعني ممكن اسم الكتاب أتوقع، لا اسم الكتاب تقدر تقولي أكيد. طيب. دكتورة مش مشكلة. في كتاب اسمه العقل مثل الماء. العقل مثل الماء. هذا كويس، ينمي التركيز. التركيز. أيوة. حلو. يعني يتهيأ لي لو جمعت الماء حتجمعي، لو فلتيه يروح منك كله. ففي أكثر من 30 تمرين لتقوية التركيز، ويصير لما الواحد يركز حيخف كثير النسيان. حلو، بينه وبين نفسه ممكن الواحد يشتغل على نفسه فعلا، وإن شاء الله يلقى نتيجة. طيب دكتورة نادية، ناخذ اتصال ولا؟ تفضلي. طيب ناخذ اتصال، نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا، من معانا؟ مساكم الله بالنور، معك على عبد الله من مكة. هلا وسهلا فيك، تفضل أخوي. أنا عندي سؤالين بس للدكتورة نادية، اللي هي أحيانا أنا يعني ما أدري، أحيانا لما أخش مجلس الناس أشوف أحس أن الآدمي لا مضايق مني أو ما مو عاجب حضوري، وأحيانا يعني حتى من نبرة كلامه أحيانا أشوف الآدمي هو ماشي أعرف إنه هذا نية سليمة، يعني أشك هذا شيء إنه هذا نية سليمة، هذا نية لا طيبة من شكل الآدمي، من مشيته، من تعابير وجهه. فما أدري هذه تعتبر من علم الفراسة أو شيء زي كذا. وأحيانا وفي السؤال الثاني دكتورة نادية، السؤال الثاني إنه أحيانا أنا أشوف أشياء يعني مرت أحس إنها قد شفتها قبل كذا ومرت علي، وهذه أول مرة أنا أشوفها. دائما تصير معي هذه الأشياء. أشياء وموقف كذا تحس إنه قد صار، صح؟ أيوة أحس إنه قد صار وأعرف إيش بيصير، يعني إيش الأشياء هذه قد مريت عليها. هذا تحصل كثير دكتورة نادية ولا إيش؟ أيوة صحيح، وتكلمت عنها قبل كذا بس شكلك نسيتي. لا ما هي اسمها الديجافو. أيوة. طيب أول حاجة أنا عجبتني كلمة من الجملة اللي قلتها حقت السؤال الأول كله، إني أشك اللي أنت بتتكلم عنه ده اسمه شك. طيب حاولت أنت تبرر لنفسك إنك أنت شكيت، فبتقول من مشيته ومن طريقة كلامه ومن نظرته أو كده، بس أخويا سؤالك كان واضح إنه الموضوع شك. الفراسة ما هي شك في نوايا الناس، إنه واحد يحبني ولا واحد يكرهني، هذه ما هي فراسة. الفراسة إنه نقول مثلا هذا الإنسان حينجح جاد في موضوع معين، مثلا أجيب أحد حشاركه في شيء، وفراستي تقول إنه ده الشخص ما هو عملي أو يحب الأحلام أكثر من الواقع. إيه، ولكن إني أنا أشك إنه يحبني أو يكرهني أشققت عن قلبه. أرجع أعيد لك الحديث، الأشياء اللي أنت شفتها أو تحس نفسك شفتها أو عشتها قبل كده، هذه ظاهرة اسمها الديجافو، ما هي من تخصصي بس أعرفها. أنت تقدر تدخل على اليوتيوب وتتعلمها. موضوع مرة كثير معقد وتفسيراته ما هي منطقية أبدا، لكن بتحصل وتقريبا بتحصل عند كل الناس. صحيح، يعني عشان ما حد يقول أنه بس أنا أو أنا إنسان غريب، لكن كل ما ركزت عليها ترى كل ما قويت. إذا أنت كارهها لا تركز، إذا أنت حاببها ركز، حتبدأ توضح لك أشياء أكثر. حلو، طيب ناخذ كمان اتصال، لسه باقي معانا شوية وقت يعني دقائق. اللي حاب يتصل علينا على 012-61-61-100 ومن الرياض 011-217. بدو على طول طلعت المتصل. طيب أوكي معنا اتصال. ألو ألو، هلا سهلا. سلام عليكم. وعليكم السلام، هلا غلط، تفضل. أقول لك في حين بس بنفسره. أيوة. شايفة؟ في شايفة؟ في حلم تبغى تقول. أيوة تفضل. أيوة. حلم شافته زوجتي لي. أيوة. شايفة؟ إيش يصير في الحلم؟ اثنين رجالين قدام. رجالين، شافت رجالين قدام بركبين بسيارة إحنا. أيوة. على الهواء في رجالين قدام ما أنت عارفهم. وطبعا كان مشيت السيارة فوقف جاء جيب شاف في حربة. حربة كبيرة في السن، فوقف الجيب فنقتني حربة كبيرة. فالرجالين قالوا لا تنزل، وهي قالت لي لا تنزل، أنا نزلت. طبعا رفض الحرمة. أخوي بس معليش عن مقاطعة كلامك، يعني إحنا طبعا أكيد يسعدنا اتصالك، لكن المشكلة أول شيء هذا مو موضوعنا تفسير الأحلام،
تكلمنا عن الأحلام وتكلمنا عن تفسير الأحلام من منظور الطب النفسي في حلقة سابقة تقدر ترجع تسمعها على اليوتيوب. وأكيد كل حلقات طبابة ألف تنزل على اليوتيوب، لكن للأسف اليوم ما هو موضوعنا وباقي معانا شوية وقت، نبغى ناخذ قد ما نقدر اتصالات. اتصال جديد. ألو ألو ألو. هلا وغلا. هلا وسهلا. عليكم السلام. معانا معك سليمان الشملي من حايل. هلا والله بهالحايل كله. تفضل. يا هلا فيك. اي تفضل. بس حاب اسال الدكتوره اذا تكرر معي نفس الحلم وعند كذا مفسر له تفسيرات غير كل تفسير له، يعني المفسر هذا قال لي تفسير الفلاني، التفسير الثاني مفسر ثاني اعطاني تفسير ثاني، يعني هذا شرق وهذا غرب. اخوي سليمان ممكن انا ما بقاطعك بس ابغى اقول لك كذا كلمه. اول حاجه انتوا لو احلمتوا احلام مو من السنه انكم انتوا تحكوا احلامكم لاي احد. ثاني حاجه الجزئيه الصغيره اللي تكلمت فيها عن الاحلام كانت انها تكون رؤيه، مو كل حلم رؤيه، والاهم من ده كله اني انا ما اشتغل مفسره احلام. ايوه ونفس برضو الاجابه اللي جاوبتها على المتصل اللي قبل. ناخذ كمان اتصال. اتصال اخير. ثاني حاجه. الو الو. اتصال. ايوه انا. هلا وسهلا اخوي، بس قفل الراديو الله يرضى عليك، اسمعنا عن طريق التليفون. اتصال. الو. والاهم من ده. الو. هلا وسهلا. من معانا؟ الو. وعليكم السلام. من معانا اخوي؟ كيف حالك؟ بخير بخير الحمد لله. معك سراج من جده. هلا وسهلا. تفضل سؤالك. ابغى اسال الدكتور سؤال واحد بس. الحين انا رحت سالت تخصصت عن الطب النفسي عند اكثر من شخص، يعني عذرا على السؤال يعني، بس قالوا لي اكثر الناس يعني مرضى من النفسي هذا هم نفسهم الدكاتره النفسيين. ايوه حتى تفسر مثلا السؤال، بس هو ذا السؤال. طيب سؤالك عجبني لانك انت اخذت الاجابه من اشخاص ولا من خبيرين ولا من اطباء؟ خلينا نتوقع من أشخاص من الإعلام يمكن من الإعلام. أيوه يعني لو أخذها من خبير نتناقش، بس لو أخذها من كلام الناس خلاص. طيب عموما يعني هو صحيح أكيد مو موضوعنا، بس أنا يعني اللي أسمعه واني عارفة يعني أنه أساسا كل واحد يحتاج شخص أصلا يتكلم معاه كمان، يعني حتى دكاترة أيوة. وقت ووقت أكيد كمان أيوة يحتاجوا يتكلموا معاهم. فكل الناس محتاجة، بس الفرق إنه ده متعلم مش يرد علي وده مو متعلم. صحيح. يرد علي بنيته، بيرد علي بأفكاره هو، بتجاربه الشخصية هو، لكن اللي متخصص بيتعلم مش يرد. أكيد طبعا. زي الواحد لما يستشير شخص غلط طبعا بالضبط يديله نتيجة ممتازة فعلا. عموما للأسف انتهت حلقتنا دكتورة نادية، شكرا لك كثير، يعطيك ألف ألف عافية. الله يعافيك. حلقة جدا رائعة وانبسطنا فعلا، نتمنى أنك تكوني انبسطت معنا زي ما احنا انبسطنا واستفدنا، ويعني إن شاء الله أكيد دحن نلقاك في حلقة ثانية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعم بالله. انتهت حلقتنا اليوم من برنامج طبابة ألف، وطبعا هذه حلقة نهاية الأسبوع، ونتمنى لكم إجازة سعيدة إن شاء الله. وبالنسبة للي ربحوا معانا جوائز المركز السعودي الصيني محمد العمري وسلمان الأسمري، ألف مبروك لكل اللي ربحوا اليوم، وإن شاء الله اللي ما حالفهم الحظ يحالفهم الحظ في الأيام الجاية. طبعا كنت معكم سحر عبد الله، أقول لكم فمان الله، وراح أترككم الآن في برنامج فيتامين مع كابتن ريما. استمتعوا معاها وأحلى ثلاث ساعات فلة مع كابتن ريما، وألقاكم إن شاء الله يوم الأحد في نفس الموعد. فمان الله.